يقول نعم معنا اتصال. صالح معنا على الخط، تفضل يا صالح. مساء الخير. السلام عليكم. نعم بغيت الشيخ الله يحفظك. تفضل سؤالك. سؤالي عندي اخو متوفي ووالدي حي. نعم. وله بنت ولها راتب وفيها اخوات لي دخلوا معها في الراتب هذا، يعني كان ابوي الله يرحمه سوى وكاله وقال انه يعول البنات هذول اللي هم اخواته مع بنته وحسب لهم نصيب في الراتب، فما ادري هل يحسب لهم او لا. طيب والله هذا له نظام، هذا له نظام عند الجهة التي تصرف الراتب، تراجعونه وتوضحون لها الحقيقة، لابد من هذا. نعم.